السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ما زال حديثي متواصلا معكم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين, وحديثي معكم في هذه الأمسية عن أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. أمها أميمة بنت عبد المطلب, فهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم, أمها عمة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. تزوجها ابتداء زيد ابن حارثة, ولم تستمر حياتها مع زيد طويلا فطلقها, وكان زيد ابن حارثة يقال له زيد ابن محمد, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, صار ينادى بزيد بن حارثة كما كان قبل أن يتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من قضت عدتها, وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى في جواز الزواج من زوجة الابن بالتبني, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تفتخر بذلك لأن الله أمره بذلك, فتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت من أهل الصدقات, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعكن, يقول لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا, وكانت زينب أطولهن يدا في النفقة, فتوفيت أول واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك سنة 20 من الهجرة أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتسع سنوات. وزينب بنت جحش تقول عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة, أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقدمها على كثير من أزواجه في معاملته القلبية, أما في معاملته اليومية والنفقة وغير ذلك فكان يعدل بين نسائه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية العابدة التقية المنفقة رضي الله عنها وأرضاها, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.